أعرب الرئيس عبد رب منصور هادي عن سعادته وارتياحه للانتصارات التي حققتها الحملة العسكرية والأمنية ضد قوى الشر والإرهاب في محافظتي أبيان وشبوة. وأكد الرئيس هادي خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية العليا أن المعركة مع تنظيم القاعدة مفتوحة، وأن حملات تطهيره ستمتد وبقوة إلى محافظتي مأرب والبيضاء. وفيما يتعلق بأمن العاصمة، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وأهمية التقسيمات الأمنية بصورة دقيقة وفي مربعات محددة يشرف على خططها وزير داخلية وأمين العاصمة. وجهت وزارة الداخلية إدارات الشرطة بالعاصمة والمحافظات بعدم تحرك الرعاية والدبلوماسيين الأجانب بين المحافظات دون حماية أمنية. وحثت الوزارة الإدارة العامة للشرطة السياحية وفروعها في المحافظات عدم منح أي تصاريح لتحركات السياح الأجانب في حالة عدم توفر الحماية الأمنية الكافية، وذلك حفاظاً على سلامتهم ولضمان عدم تعرضهم لأي مكروه. شن الطيران الحربي غارات جوية على أماكن مفترضة لتنظيم القاعدة في مناطق الصعيد وعزان وجول الريدة بميفعة شبوة. وقالت مصادر عسكرية إن مدينة عزان أصبحت شبه خالية من نزوح الأهالي، فيما تشير معلومات إلى تمركز عناصر التنظيم في إحدى المدارس بالمدينة بالإضافة إلى بعض المنازل. إلى ذلك أكد قائد المنطقة العسكرية الثالث اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أن القوات المسلحة والأمن عازمة على اجتثاث واقتلاع جذور الإرهاب، وأنها لن تسمح أبداً باستمرار عبثها في أمن الوطن. انفجرت عبوة ناصفة بالقرب من نقطة عسكرية تابعة للجيش بمدينة الحوطة عاصمة لحج دون وقوع أي إصابات. ونقل مراسل يمن شباب عن مصدر أمني قوله إن الانفجار استهدف النقطة العسكرية على الخط العام الرابط بين محافظة عدن ومحافظة تعز. وتشهد محافظة لحج انفلاتا أمنيا خلف عشرات القتلى والجرحى خلال الأشهر الماضية. طلب أهالي وأقارب الشابين أمان والخطيب اللذين لقيا مصرعهما قبل أشهر في العاصمة صنعاء، طالبوا وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجنى وإحالتهم للعدالة. جاء ذلك في رسالة لوزير الداخلية سلمها أهالي الشهيدين لمدير أمن عدن الدكتور مصعب الصوفي، مؤكدين في الرسالة أن بناء الدولة المدنية المنشودة يقتضي الانتصار للقضايا العادلة. إلى ذلك تظاهر العشرات من اتحاد منتديات شباب التغيير بعدن أمام إدارة أمن المحافظة مطالبين الأجهزة الأمنية بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في قضية مقتل الشابين أمان والخطيب. أكد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد الطوسلي على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة قوى الشر والإرهاب باعتبار ذلك حجر الأساس في إنجاح مجهود تأسيس النظام اللامركزية. جاء ذلك خلال تدشينه اليوم في مدينة عتق حلقة نقاش حول مستقبل اللامركزية في اليمن. وتهدف الحلقة نقاشية وبمشاركة 50 مشاركا من أحزاب ومنظمات مختلفة إلى دعم جهود إنشاء وتأسيس نظام الأقاليم الذي يؤسس لعهد جديد في بناء الدولة المدنية الحديثة. بعث الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الله جول رئيس الجمهورية التركية في ضحايا حادثة احتراق منجم الفحم وما خلفه من وفيات وإصابات من أبناء الشعب التركي الشقيق. وعبر هادي عن تعازيه لأسر الضحايا والشعب التركي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. قال وزير الإعلام علي العمراني إن الإرهاب يتعاظم خطره يوما إثر يوم وسنة إثر سنة، وهو يعمل على نحو منسق وموحد وشامل ومدروس وطويل المدى، يجلب الأخطار والأضرار ويستهدف الجميع ولا يميز أحد.
وأكد الوزير في كلمته في افتتاح اجتماعات الدورة 45 لوزراء الإعلام العرب التي بدأت اليوم بالقاهرة، أكد أن ما يحدث في المنطقة من متغيرات تمثل تحديات تصل بعضها إلى مستوى المخاطر الوجودية وتحتم علينا تفاهما وتنسيقا وتعاونا على نحو غير مسبوق. أكد وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع أن العمليات التخريبية والإجرامية التي تستهدف الوطن بالقتل والتدمير لن تستمر وسينتصر اليمن. وأضاف الوزير سميع خلال الحفل التكريمي الثاني لعدد من موظفي وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة أن الوضع الحالي يحتاج إلى تكاتف الجميع لنجاح المرحلة الانتقالية والاتجاه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. أكد خبراء في التأمينات على ضرورة إعادة ترتيب قانون التأمينات من زاوية اقتصادية واجتماعية مستقلة ومحايدة، وقالوا في حلقة نقاشية حول مستقبل نظام التأمينات الاجتماعية في ضوء مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية والتي نظمها مركز الإعلام الاقتصادي، قالوا إن مشكلة كبيرة تواجه البلد في التأمينات الاجتماعية، محذرين من كارثة تواجهها صناديق التأمينات والتي قد تصل للإفلاس ويكون ضحيتها مئات الآلاف من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري إذا لم يتم وضع معالجات جدية لها. دشنت مؤسسة بوابة الإعلام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة بصنعاء دليل خطوة الثاني للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في أمانة العاصمة ضمن فعاليات اليوم العالمي للمنظمات الفاعلة، ويهدف الدليل إلى تعزيز مبدأ الشفافية في قطاع المنظمات غير الحكومية وسهولة حصول أي فرد أو منظمة على تلك البيانات وتمكين ذوي العلاقة من مانحين وقطاع خاص من الحصول على بيانات صحيحة تمكنهم من دعم المنظمات بحسب توجهاتهم. نظم اتحاد الأدباء والكتاب في بيت الثقافة بصنعاء حفل توقيع للمجموعة القصصية 2011 للقاص والروائي عبد الله عباس الأرياني، وتعالج المجموعة القصصية الكثير من القضايا والوقائع التي شهدها عام 2011 وكان لها انعكاسها الكبير على الواقع اليمني. عقدت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة في صنعاء اللقاء التشاوري الأول للمحامين والناشطين الإعلاميين حول قضايا الفساد ضمن مشروع حلول نهاية الأسبوع، ويهدف المشروع إلى إشراك عدد من المحامين والناشطين الإعلاميين في تبني ومناصرة القضايا الموثقة في المؤسسات العامة ومناصرة قضايا المبلغين والشهود والخبراء في قضايا مكافحة الفساد وإعطائهم العون القانوني عند الحاجة. كشف نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح عن تغيرات جديدة في الفترة القريبة القادمة داخل وحدات السلطة المحلية على مستوى المحافظين ومدراء المديريات، كما سيرافق ذلك تغيير في المهام والصلاحيات بما سيؤدي إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ونقلت صحيفة وزارة الدفاع عن النائب فتح أن التغييرات ستشمل المحافظات التي تعاني حالياً من بعض القصور في أداء السلطة المحلية، مشيراً إلى أن المحافظين ومدراء المديريات لا يؤدون مهامهم بصورة جيدة وأن غطاء مرحلة الوفاق ربما أعطى البعض مبررات وهية للتمسك بمناصبهم. قال مصدر أمني بمحافظة عدن إن مجهولين أطلقوا 4 قذائف هاون بالقرب من معسكر للجيش ونقطة أمنية، وبحسب المصدر أوضح أن القذائف سقطت إحداها بالقرب من نقطة للأمن المركزي بالرباط وأخرى سقطت بالقرب من معسكر اللواء 5 الواقع بالقرب من النقطة، فيما سقطت باقي القذائف بمناطق متفرقة ولم يخلف الحادث أي ضحايا في الأرواح أو الممتلكات. أعلنت وزارة الدفاع مصرع أمير تنظيم القاعدة في مدينة عزان بمحافظة شبوة فارس القميسي، وذكرت وزارة الدفاع مصرع أكثر من 30 من عناصر القاعدة بينهم قياديين في الاشتباكات التي تجددت أمس الأربعاء.
خرجت محطة مأرب الغازية عن الخدمة مساء الأربعاء جراء اعتداء تخريبي بعد 3 أيام من إصلاح الدائرة الأولى التي تعرضت لاعتداءين تخريبيين بمنطقة آل شبوان بمحافظة مأرب. ويأتي الاعتداء وسط استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في العاصمة وعدد من المحافظات لأسباب عزتها الكهرباء لعدم توفر مادة الديزل لمحطات التوليد.